السلام عليكم، ان شاء الله الكل يكون بخير. قبل كل شيء نشكر كل المشتركين على دعمهم ونرحب كامل المشتركين الجدد ونقول لكم اهلا وسهلا بكم في قناتي. بالنسبه لوصفه اليوم هي ارز بكريفات، يجي بنين بزاف، يجي روعه. انا عملت كميه قليله حوالي 200 الى 300 غرام اللي تضاف نكهه قويه ورائعه للوصفه تاعنا. ممكن تضيفوا اي فواكه البحر اللي تكون متوفره عندكم، كذلك ممكن تضيفوا مع الكريفات شرائح من الدجاج. لا ما نزيد نطول عليكم، نخليكم تشوفوا الفيديو فرجة ممتعة. نعمل في المقلاة القليل من الزيت، ممكن تعملوا زيت وزبدة، أنا نعمل غير شوية زيت. ونبدأ نحط في الكريفات، من بعد ما عاودت غسلتهم مرة أخرى نعملهم يتقلوا. نضيف الثوم، ضفت كذلك رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح مع الكريفات. بعد ما نشوفها طابت الآن نحيها ونعمل لها صوص. مباشرة نضيف البصل نسكرفش نفس المقلاة باش يعطينا البنة. نخليها تزيد تتقلى. الآن نضيف الطماطم مسكرفجة مع ثوم مسكرفجة، سنينات ثوم مسكرفجين. نضيف كذلك قليل من الكركم، جنجبير ربع ملعقة صغيرة، فلفل أحمر ملعقة صغيرة، وفلفل أسود. ما تنساوش بلي عملت فلفل أسود في الحوت. خلي لها صوص طيب شوية ونعاود نمرق. وملعقة صغيرة هيدا في الملح، وكذلك ملعقة صغيرة طماطم مركزة. في هذه المرحلة ممكن تضيفوا الخضر اللي تحبوها، الجزر ولا الجلبان. الآن بعد ما طابت لاصوص طحنتها ونضيف الكأس الأول تاع الماء. أنا ماشي نعمل كأس ونص تاع الرز، وهذا الكأس الثاني من الماء. أنا ماشي نعمل كأس ونصف من الأرز بنفس الكأس اللي راني نعبر به نكمل به. لذا عملت 3 كؤوس من الماء، يعني دائما تعملوا الماء ضعف الأرز. ونضيف الكأس الثالث ورق الغار. ما تبدأ تغلي نضيف كأس ونصف تاع الرز. الأرز عملوا النوعية اللي تحبوها واللي موافينها، ممكن تعملوا كذلك تجربوها بأرز البسمتي، يجي روعة في هذه الوصفة. نضيف الرز اللي غسلته مرتين وصفيته. الآن نخليها تطيب على خاطرها، مرة على مرة نحركه. من بعد ما خليته طاب كما راكم تشوفوا، شوفوا جا مفروز على حبة، تجي رائعة هاد الوصفة. عاود حطيت لي كريفات يزيدو يشربو شوية من لاصوص اللي عملناها ويزيدو يطلقو البنة تاعهم. الآن نطفي النار عليهم ونغطيه ونخليوه شوية عاد نستهلكو. هذا هو الأرز تاعنا من بعد موجود، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. كما قلت لكم في الاول ممكن تضيفوا اي فواكه تحبوها، اذا كانت كميه مختلفه خليوا كل وحده وحدها في نفس المقلاه. وكذلك في الاخير ممكن تخليوا تزيدوا قطع من الدجاج تكونوا حرجتوهم او تبلتوهم بالتوابل الدجاج. وفي الاخير ضيفوهم على الارز لما يقرب يطيب شويه، ماشي حتى يطيب كامل، لما يقرب ضيفوا فواكه البحر مع قطع من الدجاج للارز وخليه يغلي شويه مع الارز. هكذا يزيد يكمل الارز الطياب تاعو ويشرب من هذوك البنه تاع الحوت ويجي بنين. وبهذا احبائي الفيديو وصل للاخير، جربوها وكتبوا لي في التعليق كيفاش جاكم. اللي دخل اول مره ما ينساش باش يعمل اشتراك فضلا وليس امرا، يفعل جرس ليصله كل جديد. إلى فيديو آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.